تجسدت الرؤية الحكيمة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في العديد من المبادرات التي تبنتها مملكة البحرين والتي تعكس حرص جلالته في نشر ثقافة التسامح والمحبة والعدالة بين شعوب العالم ودعم وترسيخ مسيرة السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. لطالما قاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه العديد من المبادرات والإسهامات الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز الثوابت الوطنية لمملكة البحرين تجاه قيم ومبادئ التسامح والتعايش والسلام بين مختلف الشعوب والأديان في العالم، ما جعل مملكة البحرين تزهو فخراً واعتزازاً بالقيم الحضارية والإنسانية، مؤكدة دعمها ومساندتها لكل الجهود الدولية لترسيخ الحوار والتسامح ونشر السلام. الرؤية الحكيمة والثاقبة لجلالة الملك المفدى أيده الله في دعم وترسيخ مسيرة السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط تجسدت في المبادرات التي تبنتها مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة والتي تعكس حرص جلالته في نشر ثقافة التسامح والمحبة والعدالة بين شعوب العالم، وتدعم مساعي إحلال السلام من خلال تعزيز مبادئ الحوار بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ويعزز القيم الإنسانية والحضارية في تمثيل القاعدة الأساسية لتحقيق الأمن والسلام العالمي. حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى نذر نفسه من أجل نشر السلام والاستقرار في مختلف بقاع العالم والتأكيد على أهمية نشر مبادئ الإنسانية العادلة لينعم الجميع بالعيش والأمن والاستقرار وليحل السلام محل الصراعات والنزاعات، الأمر الذي جعل من جلالته قائداً ملهماً للباحثين عن النماذج العالمية البارزة في صناعة السلام العالمي. يحمل جلالة الملك المفدى رعاه الله فكراً ورؤية متقدمة ساعية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث وضع جلالته نصب عينيه تحقيق السلام والتسامح والتعايش على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يعزز مكانة مملكة البحرين إقليمياً وعالمياً باعتبارها واحة للأمن والسلام والاستقرار.